قد أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو عن إدراج الموقع الديني القديم المحظور على النساء جزيرة أوكينوشيما اليابانية على قائمة موقع التراث العالمي. وكانت جزيرة أوكينوشيما قبل فترة طويلة من بناء المعبد مقصدا لممارسة الطقوس الدينية بما في ذلك الصلاة من أجل سلامة السفن التي تبحر في المحيط، وكذلك العلاقات التجارية مع الشعبين الكوري والصيني وفقا لصحيفة جابان تايمز. وأضافت الصحيفة أنه عثر على الآلاف من القطع الأثرية في الجزيرة التي قدمت كهدايا من خارج الجزيرة بما في ذلك الخواتم الذهبية من شبه الجزيرة الكورية. أما هلأ بعد هلأ فاصل صغير بدنا نرجع لنكمل فقرات برنامجنا، وصلنا لختام ثقافية، فاصل ومكملين. ميسان، يمكن بالفترة الأخيرة صار في كتير من المشاكل الصحية المتعلقة بالجهاز العصبي، والذي يعد الالتهاب التهاب الأعصاب واحد من المشاكل والأمراض يلي بيكون أي شخص معرض لها وبأي وقت من العمر نتيجة خلل معين بالأعصاب. ولكن تبقى هنالك يعني الكثير من الاستفسارات حول أسباب الالتهاب الأعصاب وأعراضها وآلية علاجها. رح نحكي عن تفاصيل التهاب الأعصاب مع الدكتور تامر الأمير تامر، أخصائي جراحة عصبية. يسعد صباحك دكتور. صباحكم. اهلا وسهلا فيك دكتور. الله يسلمك يا رب. دكتور، مثل ما ذكرنا بالمقدمه انه التهاب الاعصاب مرض صار يمكن شائع بشكل كثير كبير بوقتنا الحالي وممكن يجي باي عمر. ممكن تعطينا لمحه عن هالمرض؟ حقيقه التهاب الاعصاب هو اي التهاب بيصيب اي عصب في الجسم على توزع الجمله العصبيه، طبعا بيؤدي لخلل بوظيفه العصب، سواء الوظيفة الحسية أو الحركية أو الوظيفة الذاتية اللي بتمتع فيها العصب، وبيؤدي لأعراض بتصيب المنطقة اللي بيعصب العصب أو المسؤول عنها العصب المصاب. يعني شو أسباب الالتهاب؟ ليش بتصير عند الأشخاص التهاب الأعصاب؟ أسباب الأعصاب شائعة، أسباب التهاب الأعصاب شائعة جدا ومتنوعة بشكل كبير. أهم الأسباب وأشعة عند الناس كلها بتعرفها هو التهاب الأعصاب السكري. ارتفاع السكر بيؤدي لالتهاب عصب مزمن بسبب التهاب الغمض العصبي بمادة السوربيتول. طبعا السبب الثاني الشائع هو نقص الفيتامين B12. نقص فيتامين B12 بيؤدي كمان لالتهاب أعصاب مزمن. أمراض العامة اللي ممكن تصيب الجسم مثل قصور الكلية، قصور الدرق، كمان بتؤدي لالتهاب أعصاب. بيجي أمراض لها علاقة بالتسمم بالرصاص، أحياناً في أمراض لها علاقة بالأمراض العظمية، التهاب الأوتار، كسور الخلوع تؤدي لتمطط بالأعصاب والتهاب مزمن. في عنا كمان أمراض لها علاقة أمراض مناعية مثل جيلان بارين، مرض اللي انشهر بالفترة الأخيرة، هو مرض مناعي بيسبب التهاب بالأعصاب مزمن. طبعا في عنا كمان امراض لها علاقه بامراض الخبيثه، طبعا هي امراض بتصيب الاعصاب باليه يا اما انضغاطيه يا اما امراض بارتشاح ضمن الاعصاب. دكتور ذكرت لنا بعض الاعراض يلي ممكن تسبب التهاب الاعصاب، لكن قديش ممكن يشكل العامل النفسي كمان يعني عنصر اساسي للاصابه بهذا المرض؟ طبعا هلا العامل النفسي عامل مهم باليتين. اول اليه هي انه هو له دور مهم بمعظم الامراض اللي حكينا عنها قبل واللي بتسبب التهاب اعصاب. يعني عامل نفسي بيلعب دور بعدم انضباط السكر مثلا، عامل نفسي بيلعب دور بالامراض المناعيه، بالاضافه انه العامل النفسي بحد ذاته بيؤدي لالتهاب اعصاب مزمن. احيانا بيكون بشكل هجمات حاده بسبب التوتر النفسي المزمن. يعني أعراض التهاب الأعصاب بتختلف حسب السبب أو هي بتكون واحدة؟ حقيقة أعراض الأعراض الآلام كيف تجي؟ علاقتها بالسبب العلاقة بالهجمة اللي بدها تصير. هلا التهاب الأعصاب نحن ممكن نصنف التهاب الأعصاب التهاب أعصاب مزمن على مدة طويلة طبعا، أو التهاب أعصاب حاد خلال التطور خلال يومين لشهر. طبعا الأعراض بالحالتين بتبلش بمثلا حس خدر، تنميل، ممكن يتطور لألم، ممكن يتطور فيما بعد لإصابات حركية
مثلا ضعف بالعضلة اللي بيعصبها هذا العصب إذا كان عصب حركي. بعدين في عنا أعصاب حشوية العلاقة بحركة الأمعاء، حركة المثانة، دقات القلب، التهاب الأعصاب اللي بتغذي هاي المناطق بتأدي لأعراض لها علاقة بهي المناطق، مثلا القولون العصبي، مثل المشاكل بالتبول. هاي كلها العلاقة حسب العصب المصاب بتكون الأعراض. طيب دكتور، يعني غير الألم يلي ممكن يصيب المنطقة، كيف بحس الشخص إنه هو معه التهاب أعصاب؟ طبعا الشخص اول ما بيراجع بده يكون عم يحس انه في عنده خدر تنميل، احيانا شواش حس، يعني بيجي بيقول لي انه هذا المنطقه انا ما عم حس فيها، او انا عم حس مثلا بحرق، او عم حس ببروده، ما عم حس انه مثل باقي مناطق الجسم العاديه. طبعا هي الاعراض المبدئيه، الاعراض الاوليه اللي بتكون. طبعا في عندنا اعصاب، ممكن نستغرب انه ممكن يكون عند المريض يراجع التهاب عصب ولكن هو نقص رؤيه، احيانا تطور لعمى، نقص سمع، فهي كلها أعصاب ممكن ممكن تكون لها تلتهب. تبعات خطيرة. طبعا طبعا ذكرت لنا من الأسباب أنه ممكن يكون في نقص بفيتامين B12 أو نقص بالفيتامينات، شو السبب يمكن انتشاره كثير بشكل كبير عند الأشخاص نقص فيتامين B12؟ حقيقة نقص الفيتامينات له علاقة بشغلتين. أول شيء طبيعة جسم الإنسان ومدى استفادته من الغذاء، بنعرف فيتامين B12 له عامل بينفرز بالمعدة بيرتبط فيه، وبعدها ممكن انه يمتص من الامعاء. بالتالي عند حدوث اي خلل بالمعدة، مثلا مثل عمليات قص المعدة الدارجة، التهاب المعدة المزمن او القرحات المزمنة، بصير في نقص بالفيتامين بي 12 عند المريض، بالاضافة لسوء العادات الغذائية وعدم التوازن الغذائي الموجود. طيب دكتور، كيف بيتم تشخيص هالمرض خاصة إذا كان له خلفيات وتبعات تانية نتيجة ممكن يكون مرض مصاب في الشخص؟ طبعا هلا نحن بنعتمد اول شيء على الفحص السريري، استجواب المريض بشكل عام، اخذ قصة سريرية وتاريخ سرير مرضي للمريض بشكل مفصل. بعدها ممكن نحن نلجأ للفحوص المخبرية، تقييم وظائف الهرمونات عند المريض، وظائف الفيتامينات في وجود نقص او عدم وجود نقص. ثاني شيء ممكن نلجأ لدراسات شعاعية حسب التوجه السريري تبعنا، سواء في عنا احيانا في يكون في عنا مشاكل مثل ديسك، انزلاق غضروفي، هاي لازم تندرس بشكل شعاعي، او انه نقيم بشكل شعاعي باقي وظائف الجسم لنحط التشخيص ونحط خطة للعلاج. يعني ممكن يأثر التهاب الأعصاب على الحركة العامة للجسم، ممكن تتضارب أعراضه مع آلام عضلية أو غيرها. طبعا هو اشيع شيء، مثل ما بيقولوا نحن دائما هذا بعياداتنا او بمشافينا بنواجهه، هو واحد انه نميز بين التهاب العصب والام العصبيه وبين التهاب الوتر والالام الوتريه او العظميه. يعني ما كل الم باليدين هو التهاب عصاب، ولكن الالم بالطرفين السفليين هو التهاب اعصاب. الاشيع هو انه يكون في عنا التهاب بالوتر المحرك للمفصل اليدين، او بعضلات اليدين، او بعظام اليدين، لانه هن يتعرضوا لجهد مستمر. عاده التهاب الاعصاب بيرافقه اضطراب حسي، اضطراب خدر وتنميل، اكثر من الالم بيكون الطاغي هو الالتهاب الحسي. اثنين، الاهم من هيك انه نحن بنلاحظ انه الالام العصبيه بتكون مستمره سواء بالراحه او بالحركه، اما الوتريه او المفصليه تتفاقم أثناء الحركة. هلا في كتير أشخاص يمكن بتبديل الفصول أو ضمن فصول معينة بيحرك عندهم الوجع أكثر بالتهاب العصب، هلا هون شو بيجي السبب؟ السبب الأهم هو نحن مثل ما بيقولوا إنه إجا البرد وحرك التهاب الأعصاب. السبب هو إنه أثناء البرد بتتغير التروية الدموية عند الجسم، فبتعرض الجسم الأطراف الباردة بتتعرض لنقص تروية خفيف مزمن، يعني مو نقص تروية مرضي ولكن نقص تروية فيزيولوجي للحفاظ على حرارة الجسم. في حال نقص التروية الفيزيولوجي بيكون الأعصاب إذا كانت على الحد بتتعرض بهالنقص التروية لشدة، وبالتالي بتبلش تظهر أعراض التهاب أعصاب. طب شو هي الأماكن الأكثر شيء بالجسم بتتعرض لالتهاب أعصاب يعني؟ طبعا عم نحكي نحن على التهاب الاعصاب بالاطراف اللي هي اكثر شيء ممكن تتعرض، بسبب اول شيء الاستخدام المتكرر، مثل ما قلنا ممكن تنضغط ميكانيكيا، ثاني شيء تعرضها للعوامل الجويه، ثالث شيء اللي هي مهمه انه نحن بالاطراف معرضين للكسور، للخدود، للخلوع بشكل اكبر.
نعم، يعني دكتور كمان في بعض الأشخاص ممكن يشكل عندهم عامل السن يعني سبب أساسي وزيادة بالإصابة بهذا المرض؟ طبعاً مع السن تزداد جميع أنواع الأمراض، مع السن يتقدم العصب بالعمر ومقاومته للظروف المحيطة كمان تتراجع، وقدرته على تجديد الغمد لأنه العصب لا يجدد نفسه، قدرته على تجديد الغمد كمان بتتراجع ضمن عوامل الشيخوخة. لكن يمكن هذا طبيعي انه شخص يكون كبير بالسن تزداد عنده الاصابه بهيك مرض، لكن في بعض الاشخاص عم بيكونوا بعمر صغير. طبعا لان احنا الجيل الجديد طبيعه الحياه الاستهلاكيه الجديده عم نلاحظ انه العادات تبعنا نحن انه العادات امتناع ممارسه الرياضه، التدخين، الاستخدام المتكرر للاطراف ب مثلا الموبايل، الكمبيوتر، الاعداد الخاطئه، هي كلها عم تخلي انه يكون عندنا انتشار التهاب الاعصاب عند الجيل الجديد، هو حتى منتشر اكثر بكثير من الجيل القديم. طب حكينا يمكن كثير عنه، بس اليه علاج التهاب الاعصاب كيف بتكون وعلى شو بيتم الاعتماد فيها؟ اهم مثل ما بيقولوا اهم خطوه في علاج التهاب الاعصاب علاج السبب. عند علاج السبب بنشيل الاليه اللي عم تاذي العصب بشكل مستمر. بعد علاج السبب ومنساعد العصب على تجديد نفسه عن طريق اعطائه الراحة المناسبة، التغذية المناسبة، تعويض الفيتامينات، مع تخفيف أعراض المريض، يعني الخدر والتنميل له أدوية بتخففه، الآلام ممكن نعطي مسكنات آلام، مرخيات عضلية إذا كان الموضوع له علاقة بتشنج العضلات المحيطة بالعصب. قديش ممكن يكون مفعول العلاج دكتور؟ هلا اذا كنا قدرنا نسيطر على السبب، ضبطنا السكر، الفيتامين عوضناه، بهالحاله العلاج انذاره جيد جدا، ممكن نحن نتحسن المريض بشكل دراماتيكي. اما في حالات الامراض المزمنه بيكون دور العلاج هو التخفيف من الاعراض، يعني في حال التهاب الاعصاب السكري المزمن المتقدم بيكون الهدف منه هو تخفيف الاعراض، ومثل ما بيقولوا انه نبطئ تقدم الفيزيولوجي للمرض. يعني بيختلف كمان بين كل شخص وشخص مدة العلاج وحسب السبب المسبب لالتهاب الأعصاب. طبعاً حسب السبب بيختلف العلاج. طبعاً العلاج العرضي واحد بالكل. كيف يقدر يحمي الإنسان بشكل عام نفسه إنه يحمي حاله من التهاب الأعصاب؟ شو هي الحالة الصحية العامة اللي لازم يعيش فيها الإنسان لحتى يحمي حاله من التهاب الأعصاب؟ الحقيقة أنا رح أقول لك إنه الجهاز العصبي هو جزء من الجسم، وما يفيد الجسم يفيد الجهاز العصبي، ما يضره يضره. يعني بدنا نعتمد أول شيء على الحياة الصحية بشكل أقرب للمثالي. يعني امتناع عن التدخين، امتناع عن السهر، التزام بأوقات نوم، التزام بتمارين رياضية مستمرة، عادات صحية أقرب للمثالية، تنويعة، أهم شيء أنه ننوع الغذاء بحيث نستفيد منه قدر الإمكان، نبتعد عن الحركات الرياضية الخطرة اللي ممكن تؤدي إلى إصابات على الأعصاب بشكل رضي. هاي كل أمور ممكن نلتزم فيها بشكل بسيط تؤدي لنتائج منيحة كثير. دكتور خبرتنا أنه الرياضة كثير مهمة لعلاج التهاب الأعصاب، في رياضة معينة حضرتك بتنصح فيها للعلاج؟ التمارين الرياضية العادية اللي بتحافظ على العمود الفقري يكون هناك بيمشي النخاع الشوكي اللي بتفرع منه الأعصاب، بالتالي نحن حفاظنا عليه كثير بنريح العصب بنحطه بجو ممتاز. طبعا ما عدا انه الحفاظ على لياقه بدنيه، التمارين الرياضيه اللي لها علاقه باللياقه البدنيه كمان بيؤدي للحفاظ على بيئه صحيه للعصب. يعني احنا هلا بالصيف بنشوف كثير ناس كمان بيعانوا من موضوع انه تعرضنا للمكيف، انزعجنا، صار عندنا التهاب عصب، الى اي درجه فعلا هذا الموضوع صحيح انه اختلاف درجات الحراره بسرعه بياثر على الاعصاب او لا؟ مثل ما قلنا نحن التعرض للبرد بيؤدي لنقص ترويه للحفاظ على حراره الجسم. نقص التروية في حال أنه العصب كان على الحد أو عم يعاني من نقص معين أو ضرر معين فرح تتفاقم المشكلة بشكل واضح. بالإضافة نحن التعرض للمكيف بتؤدي إلى تشنج بالعضلات المجاورة للعصب، تشنج العضلات رح يساوي ضغط ميكانيكي مؤلم جدا، بتلاقي أشعة التهاب العصب الوركي. يعني التهاب العصب الوركي غالبا تعرض لمكيف، تعرض لحرارة باردة مفاجئة، بتشنج العضلة الكمثرية، بتضغط على العصب الوركي،
بيجينا الصورة السريرية تبع الألم القطني مع ألم بالرجل. يعني معلومات اليوم كتير مفيدة طرحتها ضمن صباحنا دكتور، شكرا كتير لوجودك معنا اليوم الدكتور تامر الأمير تامر، أخصائي بالجراحة العصبية، شكرا كتير لك. وإلكم يا رب. شكرا كتير لك دكتور.